يواجه الكثير من مرضى العيون وخصوصاً الشبكية خطر الإصابة بالعمى، ويلجأ العديد منهم لعمليات شبكية العين لعلاج المشاكل التي قد تطرأ على عيونهم باستمرار. وتواجه عمليات شبكية العين العديد من التحديات لتمتلك القدرة على مواكبة مشاكل العين وتحديداً الشبكية. في خارج منطقة التغطية نسلط الضوء على طبيب يعتبر من أبرز جراحي الشبكية في العالم، ولعل محاضراته التي يلقيها في مختلف العواصم العالمية باتت مرجعاً علمياً لطبيب أردني لا يشق له غبار في علاج الشبكية والجسم الزجاجي وجراحة العيون عموماً. طبيب العيون الأردني الدكتور فيصل فياض، الدكتور الملقب بالأمل كما تطلق عليه المجلات المتخصصة في طب العيون، يعد علم من أعلام هذا التخصص، ويعتبر من أبرز أطباء العيون على المستوى المحلي والإقليمي. مواقع عالمية نشرت اسم الدكتور فياض وتم تكريمه في أكثر من مناسبة، خاصة بعد أن شارك في مؤتمرات بخصوص جراحة الشبكية دعي إليها أطباء من أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى مؤتمرات عقدت في الأردن لهذه الغاية. عيادة الدكتور فيصل فياض تكاد لا تخلو من المرضى من مختلف دول الإقليم، ويقوم حالياً باستقبال المرضى من كل حدب وصوب. وكعادته يأمل الدكتور فياض بأن يستمر الأردن كبلد رائد في علاج مرضى العيون، ليس للأردنيين فقط وإنما للمرضى في العالم العربي والعالمي. لبرنامج خارج منطقة التغطية مع هاني البدري، غيث الرقاد، عمان تيفي.